ازيك يا نظيرة؟ الحمد لله. اتفضلي استريحي. ايه بقى المفاجأة الحلوة دي؟ ابدا، وحشتني. وانتي اكتر. قولي لي صحيح، اللي انا سمعته ده مظبوط؟ عبد الوهاب وروزالين هيطلقوا؟ عرفت منين؟ من شوية كنت بتصل بمؤنس اخد رأيه في استشارة كده، وخيرية قالت لي. ما هو ده الموضوع اللي انا جاية لك عشانه. تصوري يا نظيرة، انا افتكرت انك حليتي نفسك من وعدك لاخوكي وجيتي عشان تشوفيني. ما تصورش يا حسين انا بتعذب قد ايه، بس كل الموضوع اني مش عايزه اطلع كدابه قدام نفسي. بالحق، خيريه قالت لي انك نجحتي. هانت يا حسين. لو كنت عارف اني جاي النهارده كنت حضرت لك هديه النجاح. هديتي انك تنفذ اللي انا هقوله لك. وانا تحت امرك يا نظير. عايزك تروح لروزالين، هي قاعده دلوقتي عند الدكتوره خيريه. ايوه، بس اعرف الاول ايه سبب الخلاف بينهم. فاكر يا حسين لما قعدنا نتكلم ونحلل اسباب جوازهم كل الكلام اللي احنا قلناه طلع صح؟ ايوه، بس ايه هي النقطة اللي اختلفوا عليها ووصلت الامور بينهم لكده؟ بعدين يا حسين هبقول لك على كل حاجة، انا دلوقتي لازم امشي. انا عايزاك بس تروح للدكتورة خيرية وتحاول تقنعها تأثر على روزالين انها تشيل من دماغك حكاية الطلاق دي خالص. ما تتصورش عبد الوهاب قد ايه منهار. اطمني، انا هعمل كل جهدي. وفي حاجة كمان. امور يا نظيرة. مش عايزة الدكتورة خيرية ولا روزالين يعرفوا اني جيت لك، ولا حتى كلمتك في الموضوع ده اساسا. انا فهمت، انت خايفة احسن يتصالحوا ويرجعوا لبعض تقوم روزالين تقول لعبد الوهاب انك جيتيلي، صح؟ لا مش صح. انا كل اللي هممني دلوقتي انه صورتنا قدام روزالين تفضل قوية، ما تحسش ابدا ان احنا بنجري وراها عشان خاطر اخويا عبد الوهاب. ايه اللي بتقوله ده يا حسين؟ السعادة الزوجية بالنسبة لأي ست انها تعيش مع زوج قوي مكافح عشان يضمن لها مستقبلها. لكن أمينة عارفة إن عبد الوهاب مختلط مع والده يا خيرية، وقال لها إن ممكن يسافر معاها أمريكا ويشتغل هناك ويعمل مشروع كبير. إشمعنى هي يعني عايزاه يستجيب لمشاريعها وهي مش عايزة تستجيب لمشروعات جوزها وأحلامه وطموحه؟ هو عارف كويس إنها مش عاوزة ترجع أمريكا. ناس كتير اتقدموا لها قبل، كل واحد فيهم كان عاوز يسافر معاها أمريكا عشان ياخد الجنسية هناك بحكم جوازه من أمريكية، لكن هي رفضت. صاحبة غشها وخدعها، ما فهمهاش نيته قبل الجواز. بصراحة بقى هي اتجوزته عشان كانت طمعانة في فلوس الحاج عبد الغفور. لا بقى، ده مش طمع، ده حقها، لأن فلوس الحاج عبد الغفور هي فلوس ابنه، وبصفتها مرات ابنه يبقى هي شريكة في الفلوس دي. المشكلة دلوقتي إن عبد الوهاب مش عاوز يشتغل، وأبوه مش عاوزها تشتغل معاه. المهم يا خيرية، أنت شايفة في أمل إنها ترجع له؟ أنا مش عارفة أنت مهتم بالموضوع ده ليه؟ لأنه صديقي. انت مش قلت انك متخانق مع اخته ومنعها انها تشوفك؟ دي مشكلة انا ممكن احلها بعدين، لكن صداقتي بعبد الوهاب اقوى من المشاكل دي. امينة مش هترجع له، وانا بتمنى انها ما ترجعلوش. خيرية. هاي حسين. ازيك يا امينة؟ ممكن اتكلم معاكي شوية؟ لو سمحت حسين، لو انت عايز تتكلم معايا بخصوص صاحبك عبد الوهاب، I'm so sorry. No way. انا فعلا كنت عايز اتكلم معاكي بخصوص عبد الوهاب وموضوع الطلاق ده. حسين please. No way. مطلقها غيابي؟ غيابي ده اللي يبقى ايه يعني؟ يعني يبعت لها ورقتها؟ لا لا، ده هو ابصر جوز المدرسة اللي مع البنت نظيرة في المدرسة، كلمه، ما هي قاعدة عندهم، قال له كده الموضوع مش نافع، تعال انزل طلقها. الحمد لله أنا كده ارتحت. ومين سمعك؟ ألف حمد وألف شكر لك يا رب. عبده، بقول لك عايزك تدخل تطيب خاطر الواد بكلمتين لحسن، يعني أمه قاعد من ساعتها لا بيصد ولا بيرد. هقول له إيه بس يا فاطمة؟ هو ابنك ده بيحوق في كلام؟ يلا، مين عارف؟ جايز بعده عن البيت الخواجاية دي يكون بشرة خير. Thank you.
لو سمحت. نعم. ما تعرفش فين الشيخ اللي كان بيقعد يقرا هناك؟ الشيخ حنبي؟ ايوه. سبحان من له الدوام. مات؟ ده بقى له شهر واكتر. شد حيلك، باقي بحياتك. سيد، سيد. ايوه ايوه يا حاج. جاك يا سيد، انت اليومين دول زي ما تكون تايه. والله يا حاج البنت فاطمه متوهاني ومخلياني مش حاسس بالدنيا. انت مش كنت قلت لي اني تقدم لها عريس كويس؟ ده تاني عريس ترفضه يا حاج، واللي عليها مش عايز اتجوز، مش عايز اتجوز، مش عارف اعمل لها ايه. لازم بقى عينيها على حد. هو حد مانع يا حاج؟ طب ما تقدمش ليه؟ يعني في حد؟ الله اعلم. علم علمك يا حاج. اسمع سيد. ايوه يا حاج. اوعوا تضغطوا على البنت في حاجه. طب واخرتها يا حاج؟ كل شيء اسمه النصيب يا سيد، وخصوصا الجواز. كده يا ماما؟ يعني مش عايزه تيجي تقعدي معانا كام يوم؟ طب عشان خاطري تعالي اقعدي معانا كام يوم، وابراهيم هيبقى ينزلك بالعربيه. ما انت عارفه انا ما اقدرش اسيب البيت ابدا. ده الجو هناك هيعجبك قوي يا طنط، والشاليه واخدينه في مكان تبقي قاعده وشايفه البحر قدامك. طب سيبك من نظيره وعبد الوهاب، هم دول يصرفوا روحهم، انما عمك الحاج بقى انا ما اقدرش اسيبه لوحده. ده لا يقدر لا ياكل ولا يشرب ولا يهنله جفن كده غير وانا جنبه. انت اللي بتتلككي يا بطه ومش عايزه تسيبي الحاج. صراحه مش عايزه اسيبه. انت تقدري تسيبي جوزك؟ عجب انا يا اختي اللي هسيب جوزي ده، عجايب والله. خلاص هناخد معانا نظيره وعبد الوهاب. عبد الوهاب يا ريت. هو عامل ايه يا ماما دلوقتي؟ اهو حابس نفسه جوه في اوضته، بيخرجش منها غير على الجامع يصلي ويرجع تاني يحبس نفسه. هو قاعد جوه دلوقتي؟ خش له نوبك في ثواب. اه يا ابراهيم خش اقعد معاه شويه يمكن ترفع من روحه المعنويه. انا خايف بس احسن يتضايق من وجودي ولا حاجه ويكون عايز يقعد لوحده. يتضايق منك؟ ده انت غالي عنده قوي يا ابراهيم، ما تقولش كده، ده ما بيحبش حد في الدنيا قدك. روح له بقى يا ابراهيم. حاضر. غريبه يا ماما، بس انا اخر مره جيت كان مره على الحكايه اسبوع بس، وكان بيتكلم وبيضحك معايا وكان كويس قوي. والله يا بنتي ما انا عارفه له حال، بحالات كده ساعات ينده يقول لي تعالي يا ام اقعدي معايا شويه، اخش اقعد اتسير معاه. ساعات تانية انا بقى تيجي مني انا لنفسي كده، اخش اقول يمكن عايز نقعد معاه شويه، ادخل يقول لي لا 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 سيبيني 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 سيبيني. شوف يا عبد الوهاب، انا عايز اقول لك حاجه، مش مهم الواحد بيشتغل مع مين، المهم انه يكون عنده هدف ويحاول يحققه. يعني انت كان عندك استعداد تشتغل مع والدك في الوكاله؟ لو كان شغل الوكاله استهواني كنت اشتغلت فيها، وكنت حاولت اني احقق فيها طموحي. عندك بابا مثلا، ما هو اشتغل مع جدي في الوكاله وقدر يعمل اسم كبير بالرغم من ان جدي كان لسه عايش. بس الوكاله لغايه دلوقتي معروفه بوكاله الحاج سردينه. ده لقب العيله يا عبد، ولازم يفضل عايش، ولو ما فضلش عايش يبقى ذنب اللي ورثه. أنا على مصنعي كاتب اسم سردينة عشان يفضل الاسم كبير، ولو بإذن الله خلفت هوصي ولادي إنهم يكملوا المشوار، واللي يحب يشتغل معايا أهلا وسهلا، واللي عايز يشتغل في أي مجال تاني برضه هشجعه، بس لازم يفهموا إنهم بيكملوا عشان اسم العيلة دي يفضل عايش. لكن أنت بدأت ازاي؟ والدك ساعدك؟ هو الحقيقة ساعدني بطريق غير مباشر، كان اشترى لي شقة أنا بعتها وخدت سلفة من البنك بضمان أملاك والدتي، وده مش عيب يا عبد، الواحد ممكن يعتمد على أهله في الأول مادام في إمكانهم يساعدوه. طب إيه رأيك بقى إن ساعات كتير نجاح الأب بيغطي على نجاح الابن، حتى لو الابن ده نجح بيقولوا إيه؟ بيقولوا ده نجح عشان أبوه ساعده. عايز اقول لك حاجه يا عبد الوهاب، النجاح مش سهل، حتى لو حد ساعدك برضه لازم تتعب. انا هدي لك مثل، افرض واحد دكتور كبير ومشهور، طبيعي لو ابنه طلع دكتور هيساعده والابن هيستفيد من شهره ابوه، لكن لو ما كانش الابن ده كويس فعلا لازم يفشل. الناس بتبقى عارفه كل حاجه يا عبد الوهاب،
ومفيش نجاح اب بيغطي على نجاح ابن الا اذا كان الابن ده امكانياته محدوده. شكلكوا كده مندمج في الرغي على الاخر. اوعى يا عبد الوهاب تطوع ابراهيم، ابراهيم لو اتفتح في الكلام مش هيسكت لغايه بكره. والله انا احترت مع اختك دي يا عبد، اذا قعدت ساكت تقول ما بيتكلمش، واذا اتكلمت تقول عليا رغاي. طب بطل بس تحتار وتعالوا بقى اقعدوا معايا انا وماما بره شويه، اتكلمنا في كل حاجه مش لاقيين حاجه نقولها خلاص. طيب انتوا جبتوا سيرتي في كلامكم؟ سيرتك؟ لا ما افتكرش. طب ايه رايك بقى اهو لقيتوا موضوع تتكلموا فيه، ها قبل ما اخلص انا وابراهيم كلامنا. على فكره يا عبد الوهاب انت سمعت الحكايه الغريبه دي؟ حكايه ايه؟ ماما بتقول لي فاطمه بنت خالك كل ما يتقدم لها عريس بترفضه. وايه الغريب في كده بقى؟ انت عايزه الواحده تتجوز اي واحد يتقدم لها كده؟ غريبه، مع اني وافقت اتجوزك اول ما تقدمت. معاك حق، انت كده كبستين. بهيره ماما عايزاكي كده. شكلكم بيتكلم في اسرار. طيب انا هقعد على قلبكم بقى. انا مش عارف يا اخي انت مستعملها كده ازاي. مين اللي رجع الواد ده هنا؟ مش كان بيصلي في الجامع التاني؟ يظهر ما اتعلمش من الدرس اللي خده. المره دي لازم نخلص عليه. سيبهولي انا هتصرف معاه. بلاش انت، احسن يكون شافك كنت بتضربه بالعربيه. ما افتكرش ان اللي هيشوفني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. حرما يا اخ عبد الوهاب. جمعا ان شاء الله. ايه اللي رجعك تصلي في المسجد بتاعنا؟ ده بيت من بيوت الله مش المسجد بتاعكم، وبعدين ده بابه مفتوح لكل عباده المؤمنين. عباده المؤمنين هم اللي ماشيين على شريعتنا. انا معرفش بقى غير شريعه ربنا سبحانه وتعالى، لكن انتم بقى لحق عليكم قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا. صدق الله العظيم. احنا ملتزمين بما انزل الله. للاسف انتم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا جهل منك لانك مش عارف دينك كويس. بفرض بقى ان انا مش عارف الدين وانتم عارفين الدين اكتر مني، الدين قال لكم بقى تقتلوا الابرياء؟ تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق؟ احنا ما قتلناش حد. واللي عملتوه فيا ده لما ضربتوني بالعرضيه. ولما انت متاكد ان احنا اللي حاولنا نقتلك ما رحتش تبلغ ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والله يكتب ما يبيتون، فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. انا سامحتكم، يمكن ربنا يهديكم ويزيل الغشاوه عن ابصاركم. الغشاوه على ابصار المنافقين اللي زيك. انتم مين اللي اداكم الحق انكم تفرضوا نفسكم اوصياء على المسلمين؟ انتم مين انتم؟ ده من عظمه الدين بتاعنا انه خلى العلاقه بين العبد وربه علاقه مفتوحه بدون وساطه. ربنا سبحانه وتعالى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم انه يفرض الاسلام بالقوه، وقال له: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله تعالى في سوره الغاشيه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صدق الله العظيم. إنما أنتم خالفتم أوامر ربنا سبحانه وتعالى وفرضتم على الناس حاجات الدين بريء منها. وبعدين أنتم قاعدين في المسجد بتعملوا إيه؟ بتاكلوا منين وبتشربوا منين؟ مين اللي بيصرف عليكم؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. جميل جدا. إنما ده يتم إمتى؟ يتم بالليل. إنما النهاردة بقى علشان الناس تشتغل فيه تجري على أرزاقها مش عواطلية. إحنا مش عواطلية، إحنا بنجاهد في سبيل الله. الجهاد له أصول. ولما أنت عارف أصوله كويس قوي كده ليه ما بتجاهدش بدل ما أنت قاعد عالة وأبوك بيصرف عليك؟ ربنا وحده يعلم ما في الصدور. ربنا يهدينا ويهديكم.
مالك يا هو؟ كنت عايز اسالك عن حاجه. خير؟ انت بتشوفي الدكتوره خيريه؟ وايه لازمه السؤال ده بقى؟ لا ده مجرد سؤال كده يعني. طبعا بشوفها. ما عرفتيش منها حاجة عن أمينة؟ أنت لسه بتفكر في أمينة؟ لا أنا بس كنت عايز أعرف مصيرها. صدقيني. أنا خلاص خلاص نسيتها. نسيتها إزاي بقى وأنت بتسأل عليها؟ يعني مجرد فضول. يعني زي ما يكون كده واحد مشارك في لعبة وخرج منها نبقى عايز يعني يعرف النتيجة ايه. هتتجوز؟ هتتجوز مين؟ الدكتورة خيرية قالت لي انها هتتجوز دكتور عنده مستشفى استثمارية. هي غاوية قوي المشاريع الاستثمارية. ما انت عارفها يا هو. انا كنت فاكر يعني انها خدتها من قصيرها ورجعت بلدها. هي مش قالت لك قبل كده انها مش عايزه تعيش في امريكا؟ هو اخبار حسين ايه؟ بتشوفيه؟ لا طبعا مش انا وعدتك. ما تعرفيش اي حاجه عنه؟ الدكتوره خيريه بتقول لي كل اخباره. وعامل ايه؟ كويس، شغل المكتب ماشي كويس قوي. هو استقال من وظيفته؟ ايوه، ما قدرش يوفق بين الوظيفه وشغله في المكتب. وهو لسه عنده وعده ليكي؟ طبعا، أمال بيعمل ده كله ليه؟ ربنا يوفقكم. ايه يا عبد الوهاب يا ابني؟ هتفضل قاعد لوحدك على طول كده؟ انا مرتاح كده. بس شكلك بيقول انك مش مرتاح. شكلك بيقول انك تعبان وتايه ومش عارف طريقك اللي انت عايزه. ريحني يا ابني وقول انت محير نفسك ليه؟ بالعكس، انا عارف كويس اللي انا عايزه. طب مش جايز اللي انت عايزه ده موجود قدام عينيك وانت مش عايز تشوفه او مش قادر تشوفه؟ يعني ايه مش فاهم. شوف يا ابني، انا لغاية دلوقتي سايبك تتصرف على هواك. عمري ما منعتك عن حاجة انت عايز تعملها ولا جبرتك على حاجة انا عايزك تعملها. وكنت بقول لنفسي سيبه يجرب براحته، جايز انت على حق وانا مش قادر افهمك. انا زي ما انت عارف على قدي، عمري ما خطيت عتبة مدرسة ولا حتى عرفت افك الخط. قلت ايه مين عارف، جايز العلام اللي انت اتعلمته خلاك تشوف حاجات انا مش قادر اشوفها. حتى البنت الخواجايه دي اما رحت اتجوزتها من غير ما تشور عليا قلت يلا مين عارف يمكن هي دي اللي هتسعده. وبعد كده لما طلقتها قلت معلش اهو جرب واكيد اتعلم حاجه. بس انا مش ندمان على اي حاجه عملتها. جريان
انت فاكرني شرطان فيك؟ يا قاعد يا قاعد، مفيش اب بيشمت في ابنه، كل اب بيتمنى ان ابنه يبقى احسن منه، وانا كنت دايما ولغايه دلوقتي بتمنى انك تبقى احسن مني، وكنت فاكر ان اللي انا عملته ووصلت له ده مش هيبقى حاجه جنب اللي انت هتقدر تعمله. انا مش ممكن اقدر اعمل قد اللي انت عملته. ليه ما تقدرش تعمل اللي انا عملته؟ ليه؟ انت عارف قبل ما اوصل اللي انا وصلت له كنت ايه؟ كنت صبي في وكاله الحاج ابراهيم سردينه، الف رحمه ونور عليه. صبي كان يوميتي 25 قرش، وقبل ما ابقى صبي شفت الذل والويل. يا ابني ده انا مرت عليا ايام وليالي اسود من قرن الخروب لحد ما ربنا اكرمني، فما بالك انت الحمد لله قطعت مشوار كبير في العلام، يعني تقدر تعمل اكتر من اللي انا عملته. شوف يا ابني، الدنيا ما بتديش غير للي يقدر ياخد وعاوز ياخد، وانا متاكد انك تقدر، بس ناقص توري الدنيا انك عايز تاخد. يلا يلا انوي، ابتدي وقول بسم الله. واسمع يا ابني، انا هقول لك كلمتين فكر فيهم كويس، واوعى تفتكر اني بضغط عليك او بجبرك على حاجه. انت يا ابني جربت اللي انت عايزه وما وصلتش لحاجه، هيجرى ايه لو جربت اللي انا عايزه معايا؟ جرب، مش هتخسر حاجه. ما عجبكش الشغل سيبه. رد عليا يا ابني، كلامي صح ولا غلط؟ ايه سكت ليه؟ مش عايز تشتغل مع ابوك؟ يا ابني اللي عملته ده كله عشان مين؟ ما هو عشانك انت واخواتك، بس اخواتك بنات. انت الوحيد اللي في ايدك تحافظ على اللي انا عملته وتكبره. ما تخلينيش احس ان اللي عملته ده كله هيضيع في ثانيه بعد ما اموت. انت شايف محفوظ سردينه عمل ايه بعد ابوه ما مات؟ كبر اسم ابوه وفي نفس الوقت اسمه هو كبر معاه، وكمل اللي ما قدرش ابوه يكمله. كل واحد ولظروفه. يا ابني انت ظروفك احسن منهم كلهم. بالعكس، انا طول عمري وانا ظروفي اقل من ولاد كتير. ليه يا ابني؟ انا حرمتك من ايها حاجه؟ حرمتني من اهم حاجه. حرمتني من حنان الاب. عمري ما حسيت اني زي بقيه الاولاد. مفيش مره فكرت في حبك، طبطبت علي زي ما بيعمل كل اب مع ابنه. حتى وانا في المدرسه كنت حاسس زي ما اكون يتيم. مش قادر انسى لما النظره طردتني من المدرسه وقالت لي ما ترجعش الا معاك ولي امرك. ساعتها ما فكرتش تروح تشوف ابنك عمل ايه وليه عمل كده. كل اللي عملته اجبعت معايا فهيمة فندم، كأني
كأني شيء ملوش أي قيمة، عشان تضيع من وقتك ساعة ساعة عشانه. لما كنت بتديني المصروف كنت بحس زي ما اكون محروم، ما اقدرش اشتري بأي حاجة زي بقية التلامذة. كنت دايما بسأل نفسي انت ليه بتعاملني كده؟ ليه؟ ليه؟ يا ابني اوعى تفتكر ان قلبي كان جامد عليك. لا انا بحبك، انا بحبك بجد. ده انت امل اللي كنت بترجاه من الدنيا وعايش على الشارع. بس صدقني انا ربيتك بالطريقه دي لان كنت خايف عليك. خايف عليا؟ خايف عليا تقوم تحرمني من حق الابن عند ابوه؟ صدقني يالا انا كنت خايف عليك بجد. انا كنت وحداني زيك، وابويا دلعني وحنانه زياده خسرني، ما اتعلمتش وانا صغير واتمرمطت وانا شاب. عشان كده لما خلفتك كان كل همي اربيك عشان تطلع راجل بحق وحقيقي، راجل ما يعرفش طعم الدلع لكن يعرف طعم القرش، ويعرف ازاي يتعب علشان يجيبه. كنت بفكر اني ساعتها اقدر اسيب لك كل حاجه وانا مطمن. عمر حنان الاب لابنه ما كان دلع. جايز انا غلطان، وجايز انت كمان تكون فهمتني غلط وافتكرت اني ما بحبكش. عبد الوهاب مش هتصدق لو قلت لك اني ما حبيتش حد في الدنيا قد ما حبيتك. يالا انت اللي هتبقى حسي في الدنيا، اسمك مش هيفارق اسمي، وولادك بكره يمدوا في اسمك واسمي. اسمي عبد الغفور الدرعي، مش هيفضل الا بيك. ايوه يا باشمهندس. حاضر حاضر، هبعت لك كل الحديد اللي عندي في المخزن. لا 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 ما تقلقش، مسافه السكه ان شاء الله. مع السلامه سيد. ايوه حاج، احنا عندنا حديد قد ايه في المخزن؟ يجي 3 طن. شوف عربيه تنقلهم على المصنع دلوقتي حالا. ماشي يا حاج. السلام عليكم. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبو هاب ازيك يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ ازيك عبو هاب؟ الله يسلمك. ايه؟ مالكم مستغربين ليه؟ أنا هجيب لك الحاجة ساقعة حالا.
خير يا عبد الوهاب؟ ايه اللي جابك؟ الاقي شغل عندكم الواحد زي يا حاج. شغلانة يا حاج؟ مفيش. طيب اروح ادور في حته ثانيه. استنوا هنا، رايح فين؟ حته ثانيه ده ايه؟ اي حته يا حاج، اروح ادور على رزق. الشغل هنا على قفا من يشيل. علشان خاطرك انت بس يا حاج. ألف بركة يا أمي، ألف بركة. جرى يا حاج بقى، احنا هنبتديها بالعواطف ولا ايه؟ لا يا حاج ما ينفعش الكلام ده، الشغل شغل. حاضر ماشي يا سي عبد الوهاب. تعالى اهو عشان تصدق عباد اهو. ازيك يا عبد الوهاب؟ ازيك يا خضير، عامل ايه؟ الحمد لله. انت تاخد الواد ده يا سيد، هيبقى عهودتك من دلوقتي تفهمه كل حاجة وتعلمه الصغيرة قبل الكبير، وبالمرة يبقى اربط له يومية. كام يا حاج؟ مش لما نبقى نشوف شغلك الأول؟ من عينيا الاثنين يا حاج. تعالى يا أخ تعالى. ماشي يا خالي. لا 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 لا، مفيش هنا لا خالي ولا عمي، أنا هنا اسمي الريس سيد. ماشي يا ريس. استنى، رايح فين؟ ورايا. مش كان احسن يا حاج لو قعد هنا على المكتب؟ مكتب انت عارف يا خضير، انا قعدت على المكتب اللي جوه ده بعد ايه؟ بعد ما شفت الويل وتعلمت الشغل لحد ما شربته. الواد ده لازم هو كمان يتودك في الشغل الاول لحد ما يعرف كل مسمار في الوكالة، وبعد كده مش هيقعد على أي مكتب، لا هيقعد على المكتب بتاعنا، وربنا يقوي عليه. خش خش انت شوف شغلك. حاضر يا حاج. الف حمد وشكر ليك يا رب.